عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بغيت نوريكم غير ديك البلاصة فاش خدامة الجي تي ار اللي صورت لكم. هي هادي دابا هنا حدا هذا، راه قريب الموفا، قريب وصلوا الموفا. غادي يعاودوا هذا، يعاودوا هذا سميتو البودرون، داروا ليه الرابوطاج ويديروا ليه واحد الكاكوش. خدامين دابا في نوروبي فاش خدامين، كيتسناو السبت باش يجي ليهم ان شاء الله وبحول الله. كنتمناو لهم النجاح والتوفيق. الشركه ديال الجي تي ار هادي اخويا، الشركه ديال الجي تي ار، هو الماتيريال ديالهم وانتوما دابا كتشوفوا هنا كيحطوا لابور ديال هنا، يخدمي في لابور ديال هنا. وهادي دابا فاش كنتمشى هنا ديالي، من هادي اللي على يدي ديالي صرا غادي تسد ان شاء الله وبحول الله. غادي نتبعوا لكم هاد الفيلم هذا لا يسالي ان شاء الله. دابا بقينا حيين اليوم معنا بطولة العمر. شكرا لكم على المتابعه، كنشكركم دائما على المتابعه، على المتابعه ديالكم والدعم ديالكم هو اللي خلانا نستمر في هاد القناه. ثم هو راس مال القناه. كتشوفوا معايا هذه صافي راه سالوها، عاودوها دابا التعاودات. غادي يخدموا دابا في الجنبات، ضروري ما يكون تما التشجير، ضروري ما تكون بيس سيكلاب، مش عارف حاجه خاصها تكون تما. هادشي اللي كاين الخوت. شارع الجيش الملكي شحال هادي ما صورناه، شارع الجيش الملكي شحال هادي ما صورناه الخوت. شتي هنا هاد البلاصة هادي كانت كلها محفرة، هاهي رجعت ليها مجازين، قالت ليهم هاد البلاصة ما عادهاش خلاوها بحال هكا، كانو كان خاصهم يقادوها صراحة. هذا شارع الجيش الملكي، هذا راه تعاود في اليمن ديال العداله والتنميه. هذا الشارع هذا تعاود في اليمن ديال العداله والتنميه الخوت. هذا شارع رئيسي مدينة اكادير، كيدوز على حي الشرف وحي تدارت. تدارت ديال اكادير ماشي تدارت ديال الانصار. تدارت ما عرفتش كتعني في الشيحه، والله ما عرفت. المهم اللي عرف المعنى ديالها يقولها لينا. هنا كاين واحد جروب سكولير معروف مدينة اكادير اللي هو جروب سكولير الحنان، في بيشير ا 3 مينوت دي سي. كاين في طالبرشت صراحة ايه، في بيشير كاين في طالبرشت، ولكن بداو في حي الساعة فاش بداو، وعندهم يمكن حتى في اوري. هنا كاين المقاهي، كاين المطاعم، كاين كاع هنا واحد السفارة ديال النرويج ولا سكندينافيا ولا سكوتلاند سميتها. نشوف هي علاش هادي النرويج، ها هي الله تسنى حدا القنصليه ماشي السفاره، القنصليه كاينه في الرباط. اللي عنده هنا شي بارت ما كيكريها في السيف غادي يدور بهاد السيف هذا، هنا غادي يتحرك. هذا شارع زوين بعد الملاحظه اللي كاينه، هو ما فيهش مالي الجيلي، مالي الجيلي راه ما كاينش بعدا هنا، راه بخير. دابا شحال هادي التوقيت الخوت؟ هادي 17:55، هي هاديك 56 في الدار ان شاء الله، باش نشدو كانال بليس ولا بي سبور ونشوفو لافون ماتش ديال لقاء الموسم ما بين فريق ريال مدريد وفريق
عندك ريال مدريد هي راه فريق عريق، فريق عريق. نكمل لكم الجوله الخوت، نزلوا على الشارع ديالو التصوير والتعليق يكون في المستوى المطلوب نظرا للطلبات ديال المتتبعين، اننا نصوروا لهم احياء مره نديروا الجوالات بحال هادو. دابا من حي هذه دابا هي اسواق السلام، شفتوها اسواق معترف بها من طرف الدوله، مدينه مرشد مواصل، هذه هي الطريق ديالها الدراري ديال اسم تشفي اللي ساكنين في النهضة ولي زونكار ويحشيش فيها الساعة هنا ما شفنا كنجيو راجعين. غندوزو دابا على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة سوس ناس، وهادو الفيلات وكاينة هنا السينيسيس، كاينة لابيسين ديالهم هنا. كاين شارع، هذا شارع موليوس، كاين هنا الفرماسيين، هذا شارع موليوس، وكاين هنا الشوية في النهضة هادي في الطواجة، الطواجة سبيساليتي الطواجة. هاهي الأكاديمية الجهوية هي هادي، وكاين هنا إعدادية ولي العهد، إعدادية ولي العهد.